السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. بداية، تلقى أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة، هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، متمنيا له وللشعب الجزائري مزيدا من التقدم والرقي. وبدوره شكر السيد الرئيس أخاه الرئيس الفلسطيني على نبل مشاعره، مهنياً إياه وكل الشعب الفلسطيني الشقيق بحلول هذا الشهر الفضيل. وبمناسبة شهر رمضان الكريم، تم فتح سوق جوارية مغطاة بحي 700 مسكن ببرج بوعلريج توفر مختلف المواد الغذائية واسعة الاستهلاك. التفاصيل مع عمار طبال. السوق الجوارية المغطاة حي 700 مسكن بومرقد، واحدة من 10 أسواق التي افتتحت بولاية برج بوعلريج بمناسبة حلول شهر رمضان. مبخرة هذه اللي هي ولاية البرج، وإن شاء الله تكون مرفقة في الأسعار هذه. كاين حوايج ثم فيهم 3000 4000 مقسان، الواحد ثم على جينا لهنا نقضيو ثم باش الواحد ينقص شوية على روحه. السوق تتوفر على جميع السلع الضرورية تعرضها مؤسسات عمومية وخواص بأسعار تنافسية وتخضع لمعايير الجودة والحفظ. كان هنا لنا دور كمديرية مصالح فلاحية بتوفير المنتوجات ذات المصدر النباتي والمصدر الحيواني، كما كاين بعض المنتجين اللي قاموا بوضع البضاعة تاعهم باش تكون مباشرة للمستهلك في أسعار تكون معقولة. نلاحظ في السوق هذا توفير مختلف المواد، لا سيما المواد واسعة الاستهلاك، السميد، الزيت والسكر، المواد الفلاحية، الأسماك، اللحوم، الدواجن، البيض. هنا كما راكم تلاحظوا إقبال كبير من طرف المواطن، رغم الافتتاح اللي كان البارح برك، نلاحظوا إقبال كبير للمواطنين، وإن شاء الله أن يكون يلقى صدى هذا السوق ويوفر السلع بأسعار معقولة للمواطن. هذه الأسواق كفيلة بضمان تفادي الاحتكار والمضاربة وبات الراحة والطمأنينة في أوساط المستهلكين. كما يعمل ديوان تربية الدواجن بسطيف على مضاعفة إنتاج الدجاج الطازج مع تسقيف سعره لضمان التزود المنتظم على مستوى نقاط البيع بالولاية. أسعد بلونيس. بعد قرار تسقيف سعر اللحوم الحمراء، نفس الإجراء يتخذ بالنسبة للحوم البيضاء المنتجة من لدن ديوان تربية الدواجن، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن عشية حلول شهر الفضيل، حيث أعطيت السرعة القصوى في الإنتاج لضمان تموين منتظم طيلة هذا الشهر بسطيف. قمنا بمضاعفة الإنتاج خلال هذه الفترة وفق برنامج مسطر تحت إشراف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية استعدادا لهذا الشهر الفضيل. قمنا بتزويد جميع نقاط البيع التابعة للمجمع بدجاج طازج. 14000 يومي تتذبح وتسوق على مختلف نقاط البيع. من المذبح إلى نقطة البيع أسلوب إنتاج ديوان للحلولة دون حصول تذبذب في العرض أمام زيادة الطلب من طرف المستهلكين. لا البري معقول، يعني 35000 الكيلو خير على برا، اون بلوس جديد، جينا اسم جديد، حاجه مليحه يعني. والجا على الدجاج هذا اليوم ب 35000 الكيلو، يعني قدر يعني اي مواطن يقدر يشري هذا. ويجدر التنويه بدور ديوان اغذيه الانعام في توفير الاغذيه المتعلقه بتربيه الدواجن، سواء المنتجه للبيض او للحم الابيض. ونظرا لأهمية شعبة اللحوم الحمراء والإمكانات المخصصة لها بولاية تمرست، نظمت المصالح الولائية بالتنسيق مع غرفة الفلاحة أياما تكوينية تم خلالها التطرق لواقع وآفاق هذه الشعبة وسبل تطويرها تحقيقا للاكتفاء الذاتي. التفاصيل مع محمد برماكي. الجذع الحدودي في جنوبنا الكبير مصدر أساسي لأهم أنواع الثروة الحيوانية، وتعتبر صحراء إنجزام وبرج باجي مختار ومناطق حدودية أخرى وجهات مفضلة بالنسبة لكثير من المربين، كما يعتبر سوق المواشي بتمنغست إحدى الوجهات الأكثر مقصدا لهؤلاء، خاصة بعد موسم الجفاف الذي تشهده الصحراء كمنطقة تمسنا. احنا نربوها قلت لك من صحرة البرج جاي، روح لتمايوي، روح ل هذا التنزوتي،
روح جاي حتى لتمارست هنا، حتى لضواحي تمارست هنا. عندنا اربع سلالات من هذه النوعيه برك نتاع الفلان، وعندنا من السلالات نتاعنا احنا جوج ملي، فيه بيضاء وفيه حمراء. اللحوم الحمراء من التربية إلى الذبح في ولاية تمنغست من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي هو شعار الأيام العلمية التي نظمت بالمناسبة من أجل الدفع بهذه الشعبة الواسعة الاستهلاك والمعول عليها في تقليص فاتورة الاستيراد من هذه المادة الحيوية. اليوم احنا شاركنا في هذا الملتقى الدراسي من أجل التعرف اللي ناقصنا بعض الأمور ما ناقصين فيهم طبعا من استيراد والتصدير وفي التجارة المقايدة. بالنسبة لهذا الملتقى اللي دارت ولاية تمنراس بالاشتراك مع الفضاء البيطري الجزائري، هو يعتبر لقاء يعني جد مهم بالنسبة للولايات الحدودية ولا الولايات الجنوب الكمير عامة، وخاصة أن راح ننطقوا على عمليات تمويل الولايات الشمالية للوطن بمادة اللحوم الحمراء. تسهيلات معتبرة هي التي تقدمها الدولة اليوم من أجل تعزيز شعبة اللحوم الحمراء وجعلها في متناول الجميع. مذابح جديدة دخلت حيز الخدمة بالإضافة إلى تجارة المقايضة التي بعثت من جديد في هذه المناطق. في موضوع آخر، يستقبل مركز تكثيف اللغات بجامعة شبل بنجديد بالطرف عشرات الطلبات يوميا لتعلم اللغة الإنجليزية بمختلف مستوياتها من قبل الطلبة والأساتذة وسائر موظفي الجامعة على حد سواء. رضا تبرمسي. دائرة الاهتمام باللغة الإنجليزية بجامعة الطارف تتوسع طرديا، بل واتخذت مسارا متسارعا بفعل الإقبال عليها. لاحظت باللي في كل عام يزيدوا النمبر تاع ستودنتس تاع الانجليش، يزيدوا العدد تاع الطلبه يزيد في الانجلي. العام الاول كانوا 3 جروب، العام الثاني 4 جروب، العام الثالث دوكا 5 جروب. اكثر الغاشي على الانجلي باسكو عارفوا الامبورتانس تاعها. الانجليزيه بصفه عامه لغه العالم كانت من الصغر، يعني كنت حابه نقرا انجليزيه، ولكن شاءت الظروف ما قريتش. انا مهندس دوله في الالكترونيك، والان دوزيام ديبلوم انجلي، واولسو نستعملها في الخدمه في العمل تاعي. اي ام ذا هيد اوف بوست اوفيس اوف طرف يونيفرسيتي. لو فرونسي مهما يكون النيفو تاعها مليح راح يوصلوا ان سارتان نيفو، ان راحهم يسرون اوبليجي انهم يتعاملوا باللغه الانجليزيه اللي هي لغه العالم. تكثيف اللغات أصبح أمراً واقعاً على كل منتسبي جامعة الشاذلي بن جديد، والأمر هنا لا يقتصر على الطلبة فحسب، فالعمال والأساتذة أيضاً انخرطوا في هذا السياق. في إطار تعزيز استعمال اللغة الإنجليزية التي باشرتها الوزارة، قامت جامعتنا بتسجيل عدد كبير من الموظفين الأساتذة والطلبة في تعليم اللغة الإنجليزية لكل المستويات. بحسب تسجيلاتنا هناك 897 مسجل من الطلبة والأساتذة 110. التفتح حول الإصدارات العلمية الحديثة والتحكم في التكنولوجيا الجديدة وكذا تحسين مستوى البحث العلمي، كلها عوامل تصب في دعم مركز تكثيف اللغات الذي لقي صداه داخل الحرم الجامعي. دوليا، وفي فلسطين المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني مساء أمس 3 شبان من مدينة القدس المحتلة، كما اعتقلت في اليوم نفسه 9 فلسطينيين من مناطق متفرقة أثناء اقتحامها عدة مناطق من الضفة الغربية، شملت كلا من بيت لحم وجنين ونابلس ورام الله والخليل. في فرنسا، بلغت الإضرابات والاحتجاجات ذروتها رفضا لتعديل نظام التقاعد المزمع تطبيقه بحلول نهاية العام، مما تسبب في شلل قطاعات النقل والطيران والطاقة، فيما دعت نقابات عمالية إلى شن إضرابات في جميع أنحاء البلاد الثلاثاء المقبل تزامنا مع زيارة المرتقبة لملك بريطانيا. سارة درجة. في 9 يوم من التعبئة ضد تعديل نظام التقاعد، شهدت أمس العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة حاشدة صاحبتها إضرابات شاملة، وقدر عدد المتظاهرين بنحو 3.5 مليون متظاهر.
شعارات رفعت ترفض المساس بالمكاسب الاجتماعية وتندد بتصلب رأي الرئيس ماكرون إزاء مطالب شعبه، متهمة إياه بالانحياز للأثرياء على حساب الفقراء. حالة الاحتقان في صفوف المتظاهرين تتسبب في تصاعد التوتر في بعض شوارع العاصمة الفرنسية، وعمد بعضهم إلى حرق حاويات النفايات وتكسير بعض الواجهات الزجاجية. فردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع وشن عدد من الاعتقالات. هذا وأعلن وزير الداخلية الفرنسي أن أكثر من 150 شرطيا أصيبوا بجروح في فرنسا، كما تم توقيف أكثر من 170 شخصا. ويؤكد المتظاهرون أن معركتهم مع الحكومة بشأن قانون التقاعد لم تحسم بعد. في أخبار الرياضة، فاز سهرة أمس المنتخب الوطني على منتخب النيجر بها نتيجة هدفين مقابل هدف واحد في مباراة الذهاب التي احتضنها ملعب نيلسون مانديلا ببراقي لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بكوت ديفوار. On a toutes les dates FIFA, on a des matchs de ce genre, des scores de ce genre, les équipes sont toutes organisées, savent. Et puis là, c'est facile de s'organiser comme ça, être bas, défendre. Donc voilà, on a poussé, on y a cru jusqu'au bout. Il y a eu des changements de fait, des joueurs qui se sont impliqués, qui ont été décisifs. Donc voilà, c'est une très bonne chose. C'est difficile, on n'a pas très bien commencé. Après, c'est très difficile de jouer contre des équipes qui sont très très bas comme ça. Moi, j'ai l'habitude de jouer avec City, même avec mon équipe, c'est vraiment pas facile. Donc, faut trouver les espaces, faut mettre du rythme. Et il leur suffit d'une occasion pour être dangereux. Mais en deuxième mi-temps, on est revenu avec d'autres intentions. On a mis plus d'intensité, on est passé par les côtés, on avait plus d'occasions. Et on doit marquer au moins 4-5 buts en deuxième mi-temps. Mais bon. On va pas tout le temps gagner 5-0, 4-0. Des fois, faut passer par des matchs comme ça. Ça va nous servir d'expérience pour le futur, Inch'Allah. Le plus important, c'est qu'en deuxième mi-temps, on a donné du spectacle au public. On a eu beaucoup d'occasions, on a contrôlé le match. Et à la fin, on gagne, donc c'est le plus important. Ouais, très content parce que j'avais à cœur de faire un gros match parce que c'était ma première. Et voilà, j'ai voulu faire gagner l'équipe. Fares m'a donné un bon ballon, après je l'ai donné à Riyad et ça m'a pris du fond. J'ai fait des stats de Ligue 1, pour l'instant sincèrement c'est la meilleure ambiance que j'ai connue. Premier match, je suis pas pressé, après c'est vrai que j'aurais aimé jouer, je suis un compétiteur, c'est normal, mais on est patient et quand le coach fera appel à moi, il faudra être présent, Inch'Allah. بالتوفيق للمنتخب الوطني في مباراة العودة وبقية مشوار التصفيات. في الرياضة دائما، تأهلت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف أمس إلى نهائي بطولة العالم المتواصلة فعاليتها بالعاصمة الهندية نيودلهي عقب تغلبها على التايلاندية شوانا فينغ جام جيام، وستضرب البطلة الجزائرية موعدا الأحد المقبل في المزادة النهائية مع الروسية سيشوغوفا ماتاليا. من أجواء الرياضة إلى رحاب القرآن الكريم والتنافس الإنشادي، حيث انطلقت سهرة أمس الطبعة الثانية عشرة لبرنامج تاج القرآن والطبعة الثامنة لبرنامج حادي الأرواح الإنشادي، وسيكون المشاهد على موعد مع أجواء روحانية بين المتسابقين. عبد الجبار بن يحيى حضر الافتتاح وأعد التقرير التالي. كنجوم مضيئة تزين ليالي رمضان وتسمو بالحناجر الصادحة من كل مكان، تتنافس على التاج فتزداد النسائم الروحية رفعة في تاج القرآن الذي يحتفي بموسمه 12 ويتصدر باقة التلفزيون الجزائري، يتفرد ويتجدد. أنا أنوه وأشجع مثل هذه المبادرات التي تبرهن على وفاء التلفزيون العمومي بتنظيمه كل سنة مثل هذه المسابقات التي تسمح لشبابنا، وأنا أقول دائما أن تفتخر الجزائر بشبابها لأن عندنا شبابنا هو أكبر ثروة في البلاد. يمضي حادي الأرواح في مسيرته الثامنة
كأنما الأصوات الشجية في ليلة مقمرة تسير بنا عبر هذا البرنامج الإنشادي التنافسي في انسياب تشتو فيه الحناجر المتنافسة بالهوية والأصالة والوطن، ثوابت لا تنقضي. لو تحضرون دليلا للمعهد في المستقبل تحددون فيه معايير لجنة التحكيم حتى يتوافق عليها الطلبة ويكونون على استعداد حتى في الولايات من خلال مديريات الشؤون الدينية والأوقاف في أثناء التصفويات، ويأتون إلى هنا ومعهم هذا الدليل ينتجه مرجع بيداغوجي كيف يتعاملون مع الأخطاء، يعني يكون هذا إنتاج باقي للجزائر من خلال قناة القرآن، من خلال التلفزيون العمومي. وأظن أن هذا يكون رصيد كبير جدا في الوثائقية، ويبقى إن شاء الله للأجيال القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. يحقق التلفزيون الجزائري الرياضة في البرامج الروحية والدينية، مسيرة أخاذة فيها الكثير من الإفادة التي تمنح المشاهد من المحاسن الجميلة نفحات من التشويق والتنافس الإيجابي على لقب التألق والتميز. وفي رحاب القرآن الكريم نبقى، وتحسبا لانطلاق المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله في طبعتها الثالثة، تجرى حاليا عملية التصفيات الولائية ببشار لاختيار أحسن الحفاظ المجودين من فئة ذوي الهمم العالية. جويدة باب أحمد. ما له من قوة ولا ناصر. بهذه القاعة التابعة للمركز البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا تتعالى أصوات التجويد والترتيل. حوالي 20 طفلا منخرطا بمختلف المراكز والمدارس التابعة لمديرية النشاط الاجتماعي لولاية بشار شاركوا في تصفيات المسابقة الولائية لترتيل وتجويد وحفظ القرآن الكريم. في الاول كان قبلنا شويه واحد توتر زعما عادي، بديك تعرها بالمسرح وكم يقال شويه توتر، بصح درك زعما كي قريت وجوت زعما مليح، زعما راني فرحان صراحه. حطيناني حافظه للقران، شاركت كاع في المسابقات، قريت كاع على الذكر الحكيم قريتهم وراني حافظه. العملية أشرف عليها أئمة ومشايخ لضبط قواعد التجويد في بادرة منهم لنشر كلام الله عز وجل وسط كل من فئة المعاقين ذهنيا والمكفوفين بصريا وأطفال التوحد وكذا الطفولة المسعفة. هذه تصفيات ولائية لاكتشاف المواهب في ترتيل وتجويد وتلاوة القرآن الكريم، ليتم انتقاء شخصين على الأكثر للمشاركة في المسابقة الوطنية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وهذه مبادرة طيبة، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل ويجعل ميزان الحسنات. تصفيات من شأنها السماح لحفظة القرآن من ذوي الاحتياجات الخاصة المشاركة في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله في طبعتها الثالثة بالجزائر العاصمة في 27 من شهر رمضان الفضيل، فحظ موفق للمشاركين. هذا موفق إذن للمشاركين. لهنا نأتي إلى ختام نشرتنا. جمعة مباركة. سلام الله عليكم.